محمود عبد المنعم كهربا خضع للتحقيق عبر الفيديو كونفرنس، واصدقائي وعدوني ان مفيش شوشره النهارده والشوشره اكتر من اي يوم. اه والله. حصل ايه بقى؟ بتابع رغم الظروف اللي انا فيها لان ده حدث وده شغلي، فبتابع كل الاعلام المصري في وادي تاني، لانه المشكله في موضوع كهرباء ان احنا بنتعامل معاه من منطلق الوان. عشان كده في احد القنوات العربيه وقناه مصريه كانت مستضيفاني من كام يوم، فبيقولوا لي، قلت لهم موضوع محمود عبد المنعم كهرباء بكل بساطه ده في مصر الاعلام بيتناوله من منطلق مولد سيدي الزايد. انا اول واحد ما فيش فاهم حاجه، ولذلك انا لما بطلع اتكلم انا اعتذرت عن كل الكلام اللي قلته في ملف كهرباء، لان اللوائح والقوالب اللي بتنظمه في الاتحاد الدولي كلنا ما عندناش درايه بيها، وبنستضيف خبراء لوائح. يا كابتن رمضان اقسم بالله واعرفهم بالاسم، كانوا كتبة في الامارات والسعوديه لعقود مأموله وبيقدموا نفسهم خبراء لوائح، ومش عايز اقول اسمع عشان الناس تاكل عيش. ودي بكلمك على معلومه، يعني مثلا كابتن رمضان تعاقد مع نادي او الكابتن عبد الناصر بيجيبوه يكتب العقد وياخد اللي في النصيب. طب ومين اللي جابه وكتب عنه خبير؟ انا بكلمك اكبر القنوات بتجيبه كخبير لوائح. المشكله عشان كده بقول لك التدني في التناول. فدايما وابدا في الحاجات اللي زي كده ارجع لمين؟ كمان عبد الناصر برضه في دايما اي واحد بيستضيفوه الناقد الرياضي. على اي اساس بقى ناقد رياضي؟ بالظبط. على اي اساس؟ ما تعرفش. فهي احنا بس ايه مشكله في في اللي بتكتب. طب انت مش كان مثلا مش كان في برنامج ماسكك بتفوز ادائك وحش بتتغلب ادائك وحش على طول؟ يعني والله العظيم. صح. ومره الكابتن اشرف خضر كنت قاعد معاه قال لي في برنامج معين في الممتاز به، والله العظيم حتى وانا فايز ما بيقول لي شكرا. انا بضرب لك مثل يعني. فالمهم ايه، تلاقينا كل شويه يقول لك ايه كما ذكر الموقع التونسي كذا، الاذاعه التونسيه، الاذاعه المغربيه. ده انتشر جدا اليومين دول خصوصا فيما يخص الاتحاد الافريقي. حتى المصريين بلدياتنا في الكاف لا يساعدون بربع جنيه. يعني انا مثلا ممكن معلومات اجيبها من فوزي لقجع عن طريق حد من اصدقائي صديقه، او انا اكلمه عن طريق صديق. ليه؟ لان بستغرب يا جماعه، كل الانفرادات بتاعت الكاف كلها مغرب وتونس والجزائر الا ما ندر عندنا. فقعد ادور ايه اللي حصل، يعني انا قلب به مفيش حكم نهائي طلع النهارده على كهرباء. بس كانوا قالوا هيحصل النهارده لكن ما حصلش. يا فندم بص، ما هو انا ما اقدرش. بس الناس كتير كتبت يا فندم بص، كله مش بيخمن يا فندم، كله في موضوع كهرباء يخاطب اللون الذي ينتمي لي بحثا عن لايكات واعجاب الفيسبوك. يعني بص، لكن حد يعني انا كل المعلومه اللي بدورها والله يا عزمي من الساعه 9 او من الساعه 8:30 عايز اعرف ايه اللي دار، لان الحكم هيتعلن اسبقه ليا. ما هو الحكم عنوان الحقيقه، اقعد اجيب لوائح وافسرها، ده عايزه حلقه 700 ساعه. الف 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 بقى اي حكم في الاتحاد الدولي او اي قرار في الاتحاد الدولي لن يصدر الا بعد 48 ساعه او 3 ايام. 48 ساعه ده قرار عندهم كمان. انا كل المعلومه اللي بدور عليها ماذا دار. فكلمت ناس على ثقه هنا في مصر كانوا محترمين جدا، قالوا لي والله مش عندنا التفاصيل اللي حصلت في الكونفرنس او في غرفه التحقيق المغلقه. كلمت صديق ليا تونسي قال لي سيبني نص ساعه، وتواصل مع علي عباس اللي هو محامي كهرباء التونسي. تمام. واداني تفاصيل ما دار، ربما ازعم، ولكن خلينا اقول انها سبق، ولكن انا احكي ما دار، ولكن الحكم من 48 ساعه ل 3 ايام، وربما يكون قبل كده لان في حالات بيحصل فيها الحكم خلال ساعات. صحيح. ولكن الموضوع ايه اللي دار ده، انت بتحكي للناس، لا ليك دعوه بموقف كهرباء ولا ليا دعوه بموقف الزمالك، لان موقف كهرباء يا كابتن عبد الناصر وموقف الزمالك ده بتحكمه اوراق ولوائح. مفيش حد فينا يقدر يحابي حد على حساب التاني، لان مش انا اللي هاخد الحكم ولا انا اللي هاخد القرار. فانا عايز اخد رايكم في اللي دار. بص يا سيدي، علي عباس وكيل كهرباء كان موجود محكمه الكاس
النهارده راجعت بعض المستندات التي قدمها علي عباس الجديده، واثبت من خلالها ثلاث حاجات برضه خدتهم من اصدقاء ليا في المغرب وتونس من شهرين. قلت في ثلاث حاجات كهرباء هيقدمهم ما في ما لهمش رابع. اول حاجه اثبات انه لا يستطيع ان يدفع كامل الغرامه. انا راجل مديون بس والله ما معايا، فساعدوني اشتغل عشان اسدد. يعني يلعب ده هو شغله اللي بص، ما انا بقول لك بص ان الدنيا رايحه لفين. تاني حاجه فتره كورونا التي تضرر منها العالم كله وعملت ركود مالي في العالم، لها تاثير في تقديم دوافعك في اي مكان في العالم، سواء كنت في منازعه ماليه او اي منازعه قضائيه على مستوى العالم. الحاجه الثالثه اني انا معترف بحق نادي الزمالك، ولكن حق نادي الزمالك اللي انا معترف بيه ومعترف بالحكم وغير معترض لابد انه يسدد من خلال مقدرتي على العمل. التلاتة دول مالهمش دعوة بالنصوص اللائحية اللي بيتكلم فيها احدهم على ايقاف كهرباء. بتحكمها ايه؟ العوامل الاخرى مع القاضي. فالنهاردة ده المستندات اللي اتقدمت بالظبط، بالإضافة إلى أن الراجل قدم أن نادي أفش البرتغالي أفلس وقفل أبوابه، وبالتبعية مش هيقدر يسدد نص الغرامة، ولغاية دلوقتي كهربا مطالب أنه يسدد ده رغم أنه عليه النص. ده اللي بيقوله المحامي، مش بقول أنا، لأن أنا معرفك لغاية دلوقتي كهربا على النص ولا الكامل والله. لأن بص في كلام في الأول جه من المحكمة الرياضية أنه عليه كامل المبلغ، بعد كده محامي طلعوا قال لك لا تعالى نص المبلغ. مفيش حاجه طلعت جديده لا من الزمالك تؤكد انه النص ولا المبلغ كامل ولا من ناحيه كهرباء. الموضوع ده معلق حتى الان. كمان قدم، ودي كانت المفاجاه، ورقه من محكمه قضاء مصري ان في قضيه مرفوعه ان عقده حصل فيه تلاعب وتزوير من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وده ربما يغير في سير القضية. أنا بقول لك المستندات اللي اتقدمت وإن كان ده يعني أنا شايفه إنه أضعف حاجة. الزمالك محامي قدم إنه بعد الفترة ما خلصت كهربا تعنت إنه ما يسددش الغرامة، وبناء عليه بيطالبوا بإيقافه مرة تانية وإرغامه على سداد مستحقات الزمالك مع زيادة الفلوس. أي ما هو من فوائد، ما بص أنت كل يوم انسى القصة دي، أوتوماتيك منين ما تدفع هتدفع بسعر السوق والفوائد 5%. منين 5% تقريبا، قانون بيقول 5%. بص أقول لك على نص اتقال في الآخر وبنفرد بيه واخد رأيكم، على كان نقول للناس بلاش اجتهاد واستنوا يومين أو ثلاثة الحكم يطلع، وبناء عليه ايه اللي هيحصل؟ استئناف كهرباء لو في ايقاف هيديله احقيه اللعب ولا ايه اللي هيحصل؟ ده كله حتى الناس نفسها الاثنين محامين كهرباء والزمالك ما يعرفوش. في النهايه القاضي قال له كلمه جعلت جانب كهرباء متفائل بالتوفيق، دعاه له بالتوفيق في عمله ومع ناديه في كاس العالم وتمنى التوفيق للاهلي في كاس العالم للانديه. فانت هنا لما جينا قلنا الاصل ان ما يتقطعش عيشك وتموت من الجوع، زملكاويه هجمونا، هو الاصل عند الاتحاد الدولي دايما انه يحافظ على حق النادي، لان احنا لازم كهربا يدفع فلوس الزمالك وده معترفين بيه كلنا. في نفس الوقت الاتحاد الدولي ما فيش حالات فيها دمر لاعب او منعه من العمل او قطع عيشه، لان الاصل اشتغل عشان تسدد واشتغل عشان تعيش. ده اللي حصل ومختصره، وابدا من عند الكابتن احمد صالح. ما هو اولا نادي الزمالك مش عايزه يبطل. نادي الزمالك عايز الفلوس. يعني هو عايز الغرامه، عايز المبلغ اللي هياخده من كهربا هيجيب 3 4. ما هو كهربا لو بطل مش هيدفع. مش هيدفع ونادي الزمالك مش محتاجه خلاص. دلوقتي يعني لو كهربا بطل كوره
هيدفع فين؟ ما نادي الزمالك مش محتاج كهرباء ومش محتاجه تاني عنده. هو نادي الزمالك محتاج فلوس كهرباء، عايز فلوسه الغرامة عشان يشتري افضل من كهرباء عنده بالنسبه له، سواء كانت 33 مليون النص او ال 75 ولا ال 70 بالفوائد الكامله، الفلوس الرسميه اللي هتيجي بالزبط. من كهرباء الاهلي بقى يدفع عشان هو يشتغل معاه يكمل بعد كده، لان هو لما رجع ولعب الثلاث ماتشات اللي شارك فيهم كان ليه دور كبير في ان الاهلي يكسب والاداء كويس، والراجل ما كانش معترف حتى بالثلاث فراوده اللي كانوا موجودين قبل كده، وما شارك كفيرود ادى الدور بشكل كويس ووفق بشكل كويس، حتى اخر مباراه في كاس العالم عمل اسيست بشكل كويس وهدف طبعا. فاتمنى النادي الاهلي يساعد معاه في الغرامه ان هو يكون موجود، او كهربا نفسه يسدد الغرامه يعني. لكن نادي الزمالك خلاص هو مش طرف، نادي الزمالك مستني الفلوس بتاعه الغرامه، يلعب او ما يلعبش لا يعني نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك، ولكن الزمالك بيطالب بالتغريده عشان خاطر يقدر يحصل على فلوسه. ما هو لو كل لعيب عمل زي كهربا كده صح هيبقى في مشكله كبيره صح. احنا عايزين في حاجه لوائح لازم تتطبق على لعيب، لعيب ملتزم واخطا لازم يتعاقب، لعيب بيعمل مشاكل بقاله فتره كبيره ومشي من نادي الزمالك وعمل يعني ففي سوابق قبلها، فلازم اللعيب اللي زي كده برضو يبقى في وقفه لازم يدفع الفلوس. بتفق معاك وصل ان المحكمه هي اللي قالت كلمتها لصالح الزمالك مش انا ولا انت. تمام. فحتى تقول المحكمه كلمه اخرى ادانت كهرباء لصالح نادي الزمالك. كابتن رمضان بص علشان برضو اللغط اللي بيحصل، الاهلي مش طرف. ولكن الكهرباء لما تألق امام سموحه ثم الزمالك ثم الكعب الاعجازي بتاع امبارح اللي جاب منه تاو الهدف التاريخي الثالث، بيطالبوا الاهلي بالدفع، لكن لازم الناس تعرف ان الاهلي عشان يدفع ده اهدار مال عام، لان الاهلي مش طرف في المشكله. انت شايف اللي بيحصل ده رايح لفين، خصوصا بعد ما تعالت الاصوات من جماهير الاهلي والاعلام بطالب ان مساعده كهرباء هي اهم من صفقه مهاجم جديد. طيب انا هتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الامانه في الموضوع ده. ها؟ هو افضل ولا سابيو؟ لا هو طبعا بكتير كمان. ما هو ده اللي بيقولوه جمهور الاهلي دلوقتي. يدفع لكهرباء و ما يا كابتن ما يبقاش كابتن يدفع الاهلي يدفع لكهرباء ويمشي سابيو. بالظبط كده. لا وعايز اقول لك على حاجه بس، ما هو كلمه الاستديوهات اللي بتقوله المحللين ادفع لكهرباء هذا مفهوم قانوني خاطئ. ايوه طبعا. لا يا فندم الكابتن محمود ومجلسه يروحوا النيابه بعد ثلاث دقائق. لا هو في حاجه، لكن في اليات ثانيه للمساعده دي غير معلنه، ده موضوع ثاني. في حاجه في الموضوع ده. انا النهارده يمكن جماهير النادي الاهلي كانت بالفتره اللي فاتت يعني منزعجه، وكانت بتطالب ان يجي مهاجم مع سوبر افريقي. ماشي. انا في رايي ان كهربا في خلال الثلاث مباريات اللي شارك فيهم اعتقد النادي الاهلي ممكن يعمل حاجه. طبعا يعني النادي الاهلي ملوش دخل بموضوع الغرامه بتاعت كهربا دي ولا المشكله بينه وبين نادي الزمالك. تمام. لكن النادي الاهلي ممكن يساعد كهربا في ايه؟ ان هو مثلا لو عنده موسمين تاني يرفع عقده. إيه؟ لا ما يرفعش عقده، يجدد له يعني موسمين ثلاثه تاني. لو عمل ثلاث مواسم مثلا وساعده خلاص ده قانوني. يعني قصدك يشوف الطرق الشرعيه للمساعده ويجيب له اعلانات. يعني خصوصا ان في رجال اعمال يجدد له ثلاث مواسم تاني، خصوصا ان في رجال اعمال تواصلوا مع الكابتن محمود الخطيب بعد تألق كهربا الاخير وعرضوا ايه اللي عايزه الاهلي عشان يساعده في حل ازمه كهربا. بالظبط. بالظبط. وده هيبقى مخرج لكهربا ومخرج للنادي الاهلي كمان، لان النادي الاهلي محتاجه الحقيقه. يعني انت بتتكلم في ايه؟ انا بقى يعني مثلا الناس اللي كانت بتقول ان النادي الاهلي ما ابرمش صفقه سوبر مهاجم افريقي، انا في رايي لا. اداء كهربا في الثلاث مباريات دي صفقه كبيره جدا جدا جدا. وخلي بالك كهربا لا يمكن كان يقدر يرجع من بعد ست شهور ايقاف يا عبد الناصر وبالمستوى ده الا ان هو عنده امكانيات. اولا طبعاً. ما شاء الله كهربا التكوين الجسماني بتاعه داخل في موسم واربع اشهر ما بيلعبش. التكوين الجسماني بتاعه ما شاء الله تكوين قوي. وبعدين عنده عنصر السرعه، النهارده عنصر السرعه ده اهم عناصر الكره الحديثه. دماغه نظيفه. وبعدين دماغه نظيفه، وبعدين مهاري بشكل يعني مميز جدا، وقادر ان يصنع لك الفارق. يعني قادر كهربا بادائه ان هو يصنع فارق، وهو عمل كده فعلا في الثلاث مباريات هو صنع الفارق. هو في بعد الجلسه انا بقول لك وعلى مسؤوليتي انه جاهز لمباراه سياتل وربما يدفع به كولر اساسي. بس السطر الاخير اللي انت قلته ده برضه انا بقول لك من اللي اتقال في الجلسه. السطر الاخير ده خلي بالك
يعني ممكن يدلل ان هو مش هيبقى فيه ايقاف. بص انا ممكن بقى يبقى كابتن انا قلت من شهور الزمالك ليه حق هياخده طبعا طبعا، ولكن المحكمه مش هتقطع عيش اي لاعب ايا كان، مش كهرباء بس أكيد. اي قضيه زي كده ما دام شغال سيساعدوه على استمرار عمله مع دفع حقوق النادي اللي للفلوس. بالظبط بالظبط. ولذلك انت النهارده طب عملوا يعني ايه؟ ما عملوا هيضمن للزمالك الفلوس، لان لو جه المحكمه وافقت على التقسيط وده برضه في ايد المحكمه مش في ايدنا. لازم يدفع هو من في الحاله دي هيخش الاهلي طرف بالظبط كضامن، زي موضوع كوليبالي لما هرب الهارب كوليبالي، مين اللي ضمنه؟ النجم الساحلي. ومين اللي دفع الشيكات؟ النجم الساحلي. ولما اتاخر مين اللي كان معرض لايقاف القيد؟ النجم الساحلي. تحولت القضيه من لاعب للاعب ونادي، عشان كده لما لان انا سمحت لك بالظبط ان انت اللاعب ده يلعب معاك، فانت استفدت كنادي، انت استفدت، فكده يبقى النادي هيخش طرف.